البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في وصفه جديده على قناتي سيزين شانيل. نتمنى ان شاء الله الوصفات اللي كنشارك معكم يكونوا ديما عند حسن ظن الجميع، وراني كنقرا في التعليقات كتطبقوا الوصفات وكيعجبوكم، وكنفرح بزاف بهاد الردود اللي كتحفزني نغطي المزيد ان شاء الله. حتى طلبكم بزاف البنات كيطلبوا مني نشارك معاهم وصفات لازاله الحبوب او البثور، وصفه اللي كتنشف وكتحيد اثر الحبوب. جبت لكم اليوم البنات واحد الوصفه جد رائعه، وانا متاكده غادي تعجبكم. الوصفه هي مقشر وماسك في نفس الوقت. ماسك اليوم البنات غادي يكون بالشوكولا والقهوه، رائع وفعال كما كنقول لكم ديما، خاص المداومه. دابا ندوزوا للوصفه ديالنا، خليكم معايا. بالنسبه للمكونات ديال هذا الماسك والمقشر ديال القهوه والشوكولا، غادي نحتاجوا بودره ديال الشوكولا، المر البنات، غادي نحتاجوا الكافي او القهوه، غادي نحتاجوا الزبادي او دانون السوس، غادي نحتاجوا العسل او ميل. دابا ندوزو نعرفكم على الفوائد ديال كل مكون. بالنسبه للشوكولا البنات، فيه نسبه عاليه من مضادات الاكسده، وفيه نسبه عاليه من الكافيين اللي كيحفز انتاج الكولاجين الطبيعي. المكون الثاني البنات هو القهوه، حتى هي غنيه بمضادات الاكسده، فهذه الوصفه عندها دور ديال المقشر. بالنسبه للمكون الثالث البنات هو دانون السوس او الزبادي، كيعطي للبشره النضاره وكيصفيها وكيبيضها. بالنسبه للمكون الرابع البنات هو العسل الحر، عنده فوائد بزاف البنات، كيمنح البشره النعومه والنضاره وكيعالج اثار الحبوب وكيعالج ايضا البثور. دابا ندوزو نحضروا الوصفه ديالنا. على بركه الله غادي نبداو الوصفه ديالنا البنات. في واحد الاناء كندير جوج معالق صغار ديال بودره الشوكولا البنات، المر، كنضيف ليهم جوج معالق صغار ديال الكافي او القهوه، كنمزجو مزيان البنات حتى يتجانسوا لينا. هاد الماسك خطير البنات، جربوه ما غاديش تندموا، خصوصا البنات اللي فيهم الحبوب والبثور في الوجه. كيصلح اصي لجميع انواع ديال البشره البنات، كينشط وكيعطي واحد اللمعان للبشره ديالنا، كيحيد دوك الاثار اللي كيكونوا عندنا ديال الحبوب. من بعد ما مزجت هاد المكونات مزيان، كنضيف دانون السوس او الزبادي، كنضيف دانون السوس او الزبادي جوج معالق صغار البنات. دانون السوس مزيان بزاف للبشره البنات، كيصفيها. بعد ما درت البنات دانون السوس، كنضيف شويه ديال العسل الحر، غير شويه. غادي نمزج هاد المكونات مزيان حتى يتجانسوا. كنمزج مزيان هاد المكونات البنات. كما كتشوفوا هاد الماسك زوين بزاف، كينشط البشره ديالنا، كيحيد دوك الاثار، كينشف الحبوب، كيحيد دوك البثور، كيعطي واحد الاشراقه للوجه ديالنا البنات. جربوه وردوا عليا في التعليقات. راه فيها البنات القهوه اللي غتلعب دور ديال المقشر او الكوماج. ديروها البنات على وجهكم واحد المده ديال 30 دقيقه، ابخي فزقوا شويه يديكم وقوموا بعمليه التقشير للوجه ديالكم. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، جد رائعه وفعاله، خصوصا البنات اللي طلبوا مني هذه الوصفه، كنتمنى تجربوها وانا متاكده غادي تعجبكم. هو البنات الماسك ديالنا كيجي على هذا القوام، كنابليكيو على وجهنا. بالنسبه للماسكات كيمشيو على البشره نقيه البنات، كنخليه واحد المده ديال 30 دقيقه، خليه حتى ينشف البنات، وكنقومو بعمليه التقشير على هاد الطريقه، حركه دائريه غير بشويه البنات على هاد الشكل. نتمنى تجربوه، انا متاكده ان شاء الله غادي يعجبكم، واللي بغات شي وصفه افيك بليزير نشاركها معاها.
واحد الملحوظة البنات، أنا كنشارك معاكم الوصفات اللي ديجا أنا مجرباهم، ماشي غير كنجي وكنحط. كونوا هانين البنات، استعملوا هاد الوصفات وأنا متأكدة غادي يعجبوكم 100%. نتمنى البنات ماسك الشوكولا والقهوة يكون نال إعجابكم، جربوها البنات ما غاديش تندموا. وإلا كنتوا أول مرة كتشوفوا قناتي ما تنساوش تنضموا لعائلة سيزن شانيل وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وما تنساوش تبارتجيو قناتي مع أحبابكم وصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي. وميعادنا في الفيديو الجاي وفي وصفة جديدة إن شاء الله. في أمان الله، بسلام عليكم البنات.